دكتور مجدي صابر، يعني عايزة أعود إلى تاريخ الأوبرا في مصر. هي مر على وجود الأوبرا في مصر 153 سنة، وتولى إدارة الأوبرا أو الأوبرات المتعددة المتعاقبة حوالي 18 رئيس أوبرا. تاريخ برضو طبعا تاريخ طويل. احنا نفتخر ولنا شرف كبير جدا ان الأوبرا في مصر زي الدول الأوروبية من 153 سنة. ده حاجة شرف كبير جدا لينا، يعني قد ايه مصر متطورة وقد ايه مصر عندها أوبرا وعندها دار أوبرا زيها زي كل الدول الكبيرة اللي بنسمع عنها وبنشوفها وبنروحها من 153 سنة. وكان الفضل الحقيقة الأول في هذا الموضوع للخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل طبعا. وحتى لما تقدم أوبرا عظيمة جدا، كانت المفروض أوبرا عايدة، وبعدين نظرا لأن المشوار كان هيبقى كبير والتجهيزات ما كانتش هتبقى كافية، فقدموا أوبرا ريجوليتو. لكن لما حضرتك تشوفي من 153 سنة أوبرا رائعة، وبعدين اتقدم بعد كده هو في الأوبرات ده هي تتقدم عروض كبيرة جدا 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 وفرق كبيرة جدا خلال ال 100 سنة اللي بعد افتتاح الأوبرا. في الأوبرا اللي كانت في ميدان العتبة أو ميدان الأوبرا زي ما بيقولوا، دي حاجة رائعة جدا جدا. أنا لما أقعد أفكر كان حادث الحقيقة أليم لما طبعا تم طبعا أنا في أساتذتي 1971 ده حقيقي يا فندم. أساتذتي كانوا بيقولوا لي يعني إن لما حصل الحادث ده كانوا بيبكوا ويعني يقعدوا زعلانين جدا، يعني ما بقي منها بعض المشاهد بقى في السينما. بالظبط كده، وبعض الكراسي اللي لحقوها وبعض الاساس البسيط جدا اللي لقوه. لكن في الغالب يعني من حضرتك تسمعي 153 سنه فخر لنا كمصريين. أيوة. نفتخر بده. وبصراحه برضك عشان ابقى صريح، انا بفتخر جدا ان في اوبرا كبيره جدا بتتعمل، اوبرا رائعه، اوبرا شيك جدا في العاصمه. ده حاجه يعني انا سعيد جدا بالموضوع دوت. هتبقى الاوبرا رقم 3 في مصر. في مصر في مصر ده حقيقي، بس هي هتبقى اكبر اوبرا موجوده في الشرق الاوسط. اوبرا اكتر من رائعه، اكتر من جميله، على احدث مستوى، فيها عدد من المسارح الكبيره جدا، مسارح بتسع لجمهور كبير جدا. انا شخصيا شايف ان دي يعني بنشكر فخامه الرئيس عليها وبنشكره جدا على الاوبرا دهيت، واتمنى ان يتم افتتاحها وتشغيلها بالشكل المناسب قريب يعني ان شاء الله.